السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع كانفا من الموقع اللي أنا بستخدمها كتير جدا، والدليل إن أنت لما تبص على الصفحة اللي أنا فاتحها دلوقتي هتلاقيني عامل بيها أغلفة كتب، عامل بيها بعض الصور، كاتب بيها أسامي بحبها، بعض التصميمات، في فيديوهات عملتها بيه، فعلى طول بستخدمه بشكل مباشر في الشغل بتاعي وكل حاجة. طيب تعالى دلوقتي، أنا مطلوب مني إن أنا أعمل فورم، فهدخل هنا في الأبس واقول له ان انا عايز اشوف ايه التولز اللي انا ممكن استخدمها عشان تعمل لي فورم. هو هنا عنده الاف الحاجات، هل هو عامل الحاجات دي؟ لا، هو فاتح اي بي اي ان اي حد عايز يعمل اي حاجه تبقى جوه كانفا من حقه ان هو يعملها. طيب هتلاقي حاجات كتير جدا، تمام، اللي انا هستخدمه دلوقتي اللي هو الفلويد فورم. تمام، ده مثلا موقع اسانا، ده موقع مستقل، لكن هو لقى ان في فرصه ناس كتير بتروح على كانفا فعمل تولز موجودة في كانفا، وهكذا. كل موقع دي موقع مستقلة وتقدر ان انت تدخل عليها، لكن هو هنا عامل لنفسه تطبيق بسيط. طيب خلينا اقول له فلويد فورم، واللي احنا بنعمله ده هو ده الاساس اللي بيتعمل في كل البرامج التانية. لازم هيسألك السؤال دوت، هل انت عندك تصميم معين عايز تكمل عليه ولا عايز تستخدمه في ديزاين جديد؟ لو انت عندك ديزاين يبقى التصميم كله وانت بس ايه واخد الفورم جزء منه، او ممكن تقول له نيو ديزاين وتقول له انا عايز مقاس معين، تمام، وليكن مثلا المقاس دوت، بالشرط ان انت هتحطه في الفيسبوك، هو بس بياخد المقاسات الطول والعرض، لكن ممكن تحطه في اي مكان تاني. هيفتح معانا، وحتى لو انت عندك تصميم ممكن تيجي هنا ومن الجنب هتلاقي ابس، فالابس ده تقول له ان انا عايز اسطب فورم، فبيجيب لك الحاجه اللي انت عايزها. طيب ممكن تاخد تمبليت من هنا جاهز مثلا بالشكل دوت وتبدا تعدل فيه، ماشي. طيب احنا بقى هنشوف بقى الحاجه اللي احنا لسه مسطبينها. طبعا انا بستخدم تولز كتيره، هو الراجل عارفني يعني، تمام، فدي كل حاجات انا جربتها وسطبتها وشرحناها على القناه. ممكن تيجي هنا مثلا تقول له ان انا عايز اغير ده وهكتب عمر سليم مثلا، تمام. طيب تعال نشوف بقى الفورم. اول حاجه بيسالني فيها الايميل، الايميل بتاع ايه؟ لما حد هيملى الفورم الاسئله اللي انا سالتها له هتروح الاجابه دي لمين؟ هتروح لعمر دوت سلم at gmail.com، ماشي. ممكن بقى تبدأ تضيف الأسئلة. السؤال الأولاني what is your name، ماشي. طيب انت عايز بقى الإجابة تبقى تكست ولا ايميل ولا ديت ولا نمبر ولا ويب سايت تكست، هل هو ريكوير ولا لأ، هل المعلومة دي أساسية ولا ممكن نعديها أساسية. طيب هنضيف سؤال تاني، What is your age؟ تمام. طيب ده سؤال ريكوير ولا مش ريكوير؟ مش ريكوير. مثلا ده يبقى عبارة عن ايه؟ عن نمبر، ماشي. Add question، فتبدأ تضيف سؤال تالت، What is your favorite book؟ ايه الكتاب اللي انت بتحبه؟ تمام، وده ريكوير بالنسبة لي. ممكن تعمل دوبليكيت، بدل ما تقول له اد كويشن تعمل دوبليكيت وتعدل فيها، اقول له اد تو ديزاين، ضفها لي كده. انت ممكن بقى تكبر الديزاين ده وتخليه يشمل التصميم كله او تخليه جزء من التصميم، تمام، يعني دي حاجه براحتك. انا هنا مثلا خليته جزء من التصميم وخليت التصميم ده يتحرك كده شويه، وخلي بالك عندك ماجيك رايت، يعني ممكن ما تعرفش تكتب انت بنفسك تخليه هو يكتب. طيب بعد كده عايز اقول له شير، ماشي. لو انا حملتها كصوره ملهاش اي معنى خالص، انا عايز يبقى فيه بابليك فيو لينك او اديله لينك، تمام، بس مش انا بس، انا عايز اي حد معاه اللينك ده هو اللي يدخل، تمام. ده لينك كرييت بابليك فيو لينك، اللينك ده هدي لاي حد، تمام، يخش يملى الاستبيان. يعني هاجي هنا بلس واقول له خش املى الاستبيان دوت، هو لما يكتب يجاوب على الاسئله، تمام، ويعمل سبميت هيجي لي الاجابه بتاعته. مثلا عمر عنده كام سنه؟ عنده مثلا 41. افضل كتاب بحبه مثلا القران، واقول له سبميت. خلي بالك ان هو حاطط لينك ليه للفلويد فورمس، تمام، يعني لو انا دخلت دوست كده هيفتح لي الفلويد فورمس، واقدر اعمل على الفلويد فورمس من غير ما اروح لكانفا، تمام. الفري اهوت، البرو يعني ب $9 بس بيديك انليمتد مش محدود، انا واحد بس،
ماشي. كانفا تقدر تعمل اكتر من واحد، فتقول له سبميت الصوره زي ما هي وتعالى نشوف على الايميل بتاعي. في ثانيه قال لي اهوت تمام، قال لي السؤال والاجابه بالشكل الجميل دوت. فدي طريقه عشان اقدر اعمل استبيان سهل جدا وبسيط باستخدام فلويد فورمات عامين كانفا.